السلام عليكم، مرحبا يا زملاء، هل الصوت واضح؟ عليكم السلام. أي وقت فيك الشاشة؟ الصوت واضح؟ أي واضح. يلا اليوم رح نحكي عن الصادات الحيوية، محاضرة الصادات الحيوية. جاهزين زملاء؟ مين بيعرف لنا أصناف الصادات الحيوية بشكل عام بالبعد العريض؟ دكتور، في عنا البنسلينات والماكروليدات وأمينوغلوكوزيدات. بالإضافة للفلوفوكين والأورنات. طيب الله يعطيكم العافية يا رب. شو بيعرف منكم بيعرف أنواع الصادات الحيوية مستخدمة بالحياة العملية لإيش تنوصف بشكل عام؟ السلام عليكم العافية. دكتور، عندنا مثلا الامينوغليكوزيدات المستخدمه للانتانات البوليه والانتانات الليزيجرام. اعطينا مثالين. مثالين جنتامايسين و في عندنا البنسلينات والفانكومايسين ونستخدم الانتانات بالجراثيم ايجابيه لجرام، الانتانات البلعوم والإنتانات الفموية والالتهاب اللوزات القيحة، مثل البنسلينات عموما، وممكن إذا كان في تعنيد على العلاج نضطر للفانكومايسين. ممتاز دكتور. داومت حضرتك المشافي بشكل عملي ولا عم تحضر استاجات؟ نعم عندك خلفية تمريضية؟ لا ما هو كثير صراحة. برافو دكتور، الله يعطيك العافية. برافو لكل الزملاء والزميلات اللي شاركوا. رح نبلش بالمحاضرة، بس أنا مشاركة الشاشة من عندي عم تكون صعبة، ما مشي الحال، ما عم تشارك معي، فإذا بتحسوا تفتحوا أنتوا المحاضرة وأنا بحكي من التليفون. المحاضرة موجودة عندكم صح؟ بسمعنا صوت لكم. اي تمام دكتور، موجود في الحين عليها. جاهزين؟ اي تفضل دكتور، جاهزين. شكرا جزيلا. المعالجات الكيميائية وهي كيموثيرابي، ويقصد بها اللجوء إلى المعالجة بنوعين من الأدوية. الأول هو مضادات السرطانات، والثاني مضادات الأحياء الدقيقة اللي هي مضادات الجراثيم والفيروسات والفطور والأوالي والديدان. بالنسبة لتصنيفات الجراثيم أنتم بتعرفوها، بس على السريع رح نحكي فيها.
تصنيف صفة التلون حسب صبغة جرام، إيجابية جرام وسلبية جرام، حسب الشكل المورفولوجي عن المكورات أو العصيات، حسب الحاجة للأكسجين هوائية ولا هوائية. شروط تأثير المضادات الحيوية ومقاومتها، لابد من توفر بعض الشروط في الجدول هذا اللي راح أذكر لكم إياه هلا حاليا، لأن الجراثيم بتطور مقاومة جرثومية كتير كبيرة. هاي المقاومة هي ممكن إلى دور بحدوث عدوى مكتسبة بالمشافي أو بالمجتمع أو بوحدات العناية المشددة، وعدم وجود صادات كافية فعالة كفاية للقضاء على المرض بالفترة الزمنية المطلوبة. دكتور راح الصوت.
السلام عليكم مرحبا زملاء. راح الصوت من عندي ما عم اسمعكم، بتسمعوني ولا لا؟ وعليكم السلام، سامعينك حكيم، الله يعطيك العافية. الجدول هو شروط فعالية المضادات الحيوية ودخول المضاد الحيوي إلى الجرثوم، آلية المقاومة المكتسبة تجاه المضادات الحيوية وعدم دخول المضاد الحيوي إلى الجرثوم، وجود الهدف وهو عبارة عن مثلا جدار خلية، جزء في جدار خلية في البيتا لاكتام، آلية المقاومة هو تخرب جزء الهدف، تغير في جهة التثبت أو تخرب الهدف، وصول المادة بشكل الفعال إلى الهدف وتعطيل المضاد الحيوي بالأنزيمات، أنزيمات البيتا لاكتاميز، بقاء المضاد الحيوي بتركيز كافي على تماس بالهدف، وخروج المضاد الحيوي وعدم بقائه بتركيز كافي تماس مع الهدف. أما عن المقاومة الجرثومية للمضادات الحيوية فهي تناقص أو اختفاء أو غياب فعالية المضادات الحيوية، وهي حقيقة عكس طيف التأثير الجرثومي للمضادات الحيوية أو تأثير المضاد الحيوي على الجراثيم. ونميز الأنواع التالية من المقاومة الجرثومية، في عنا مقاومة طبيعية، في عنا مقاومة مكتسبة. المقاومة الطبيعية أن الجراثيم غير حساسة للمضادات الحيوية بسبب الصفات الوراثية لنوع الجرثوم، من البداية للصاد لا يؤثر في الجرثومة. أما المقاومة المكتسبة فظهور مقاومة جرثومية لفعل مضاد حيوي، كان الجرثوم ما بيقاوم الصاد، بعدين الصاد صار ما بيأثر عليها، أو الجرثوم بطل يتأثر بالصاد الحيوي. ما هي أسباب المقاومة المكتسبة؟ هو تبدل مادة وراثية، طفرة صبغية موتيشن، تتم السيطرة عليه باستعمال عدة مضادات حيوية تعمل بآليات مختلفة، مثلا بعلاج السلك، يعني علاج رباعي أو ثلاثي. الأسباب الثانية للمقاومة المكتسبة هي نقل المادة الوراثية عن طريق البلازميد، تنتج عن زيادة عدد المضادات الحيوية المستعملة. اثنين، آليات المقاومة الجرثومية هي عبارة عن تعداد، بهمنا الآلية بشكل سريع، تخرب الدواء بالجرثومة كإفراز البنسلينيز الذي تفرزه الجراثيم فيخرب البنسلين، وخاصة البنسلين جي مثلا بنعطى وريدي، تبدل في المستقبل الجرثومي للدواء، تغيير جهة التثبت أو استقلاب الجزيئ الهدف، وأيضا تناقص في دخول الدواء إلى الجرثومة كنقص أو انعدام نفوذي جدار الجرثومة. أيضا تطور سبل استقلابية بديلة، مثل إذا كان المضاد الحي يثبت سبيلا استقلابيا معينا يلجأ الجرثوم إلى سبيل آخر للحصول على النتيجة نفسها فيقاوم بذلك الدواء. فشل استقلاب طليعة الدواء البرو دراجز، وأيضا خروج فاعل للدواء من الجرثومة، لم يبقى الدواء فترة كافية بتماس مع الجرثوم أو لم يؤثر أي تأثيرا فعالا كافيا للقضاء عليه. قبل ما نوصف دواء التهاب صاد حيوي للمريض لازم نعرف نوعية التأثير الدوائي، هل هو مبيد أم مثبط، وطيف التأثير، ما هي الاستعمالات السريرية، آلية المقاومة الجرثومية، آلية التأثير الدوائي والحرائق فارماكولوجية، التأثيرات غير مرغوبة، تصنيف المضادات الحيوية تصنف حسب البنية الكيميائية، مثل ما قلتوا حضرتكم بيتا لاكتام جلايكوبيبتايد إلى آخره، آلية التأثير وموقع التأثير، وطيف التأثير الجرثومي وهو التبدل دائم نتيجة تطور مقاومة جرثومية. بالنسبة للجدول هاد هو عبارة عن تصنيف المضادات الحيوية وفق طبيعة وتأثير الدواء. عندنا المضادات الحيوية مبيدة للجراثيم مثل بيتا لاكتام والأمينوزايد وفلوروكينولونات ريفامبيسين إيزونيازايد وأيضا جلايكوبيبتايد وفينكومايسين. وعندنا مضادات حيوية مثبطة للنمو وموقفة ولا تقتل ولا تبيد، هي سلفاناميد أو سلفاميد، سايكلين، الفوسيديك أسيد، كلورانفينيكول واللانكومايسين والماكروليدات على رأسها الأزيترومايسين والكلاريثرومايسين والإريثرومايسين. هلأ ما هي آلية التأثير؟ أنتوا درستوها سابقا ولكن مذكر فيها. آليات التأثير هنا خمسة بشكل عام، إما تثبيط اصطناع الجدار الجرثومي، وهذا بيشتغل عليه البيتا لاكتاميز وجلايكوبيبتايد وفوسفومايسين. أيضا في عنا تثبيت وظيفة الغشاء السيتوبلازمي مثل أنفوترسين بي والنيستاتين والكوليستين والبوليمايسين والإيزونيزايد. في عنا تثبيت اصطناع البروتينات تحت الوحدة S50 وأيضا أو S50 أو 50S أو 30 أو كليهما. مثل بعض الأدوية اللي بتشتغل هذا الشيء، الماكرويدات، أمينوغليكوزيدات والفوسيديك أسيد والسايكلينز.
تثبيط الاستقلاب الجرثومي مثل الكينولونات والسلفانامايد والترايميثوبريم. تثبيط الصناعة أو وظيفة الحمض النووي مثل الريفامبيسين وفلوروكينولونات. إذن إحنا في عنا خمس طرق لآلية ومكان التأثير، إما تثبيت الصناعة الجدار الجرثومي أو تثبيت وظيفة الغشاء السيتوبلازمي أو تثبيت الصناعة البروتينات أو تثبيت الاستقلاب الجرثومي أو تثبيت الصناعة وظيفة الحمض النووي. ننتقل إلى الـ MIC والـ MBC، وهي عبارة عن تداخلات بالتراكيز تأثيرات الفارماكولوجية أو الفارماديناميكية للمضادات الحيوية. الـ MIC هو عبارة عن التركيز الأدنى المثبت لنمو الجراثيم في الزجاج، وهو يحدد عتبة الفعالية الدنيا للمضاد الحيوي، اختبار حساسية اسمه أنتي بايوغرام. الـ MBC هو التركيز الأدنى المبيد وليس المثبت للجرثوم، والذي يترك أقل من 1 بالألف من اللقيحة الجرثومية بعد 24 ساعة. المضادات الحيوية تكون مبيدة لأروما عندما يكون MBC قريباً من MIC، أما المضادات الحيوية تكون مثبطة عندما يكون MBC أكبر بحوالي 10 إلى 100 ضعف من MIC. هذا الفرق بيناتهم، هي علوم فارماكولوجية بحتة. التأثير ما بعد المضاد الحيوي، وهو التأثير المبيد لبعض المضادات الحيوية المبيدة فقط مثل أمينوزيد وفلوروكينولونات، الذي يبقى حتى لو تم سحب المضاد الحيوي من الوسط، وهذا ما يسمح بإطالة الفواصل بين الجرعات. ويعني ممكن تعطي أنت مرة واحدة مثلا، ممكن مثلا سيبروفلوكساسين مثلا بده مثلا 2 أو 3 مرات باليوم، بينما مثلا بعض المضادات الحيوية الأخرى من نفس الفئة ممكن تحتاج فقط مرة واحدة في اليوم مساء، ولها بعض الحساسية الضيائية، لذلك مثلا تعطى مساء. تفسير اختبار التحسس للمضادات الحيوية. تقسم الجراثيم تبعا لتحسسها للمضادات الحيوية إلى جراثيم حساسة للمضاد الحيوي، وجراثيم مقاومة، وجراثيم متوسطة بين الحساسية والمقاومة. فتركيز المضاد الحيوي في منطقة الإنتان إذا كان أكثر من MIC، إذا يكون الجرثوم حساس يعني الصاد الحيوي بيقتله، أما الجرثوم مقاوم فتركيز المضاد الحيوي يكون أقل من MIC. أما الجراثيم متوسطة بين الاثنين، تركيز المضاد الحيوي في منطقة الإنتان قريب من MIC، ويمكن العمل على تحقيق الفعالية بزيادة المقدار. الجراثيم الحساسة للمضاد الحيوي أكثر من 90% من الذراري حساسة للمضاد الحيوي، بينما المقاومة فإن أكثر 50% مقاوم. أما الجراثيم المتوسطة فهي غير مرئية وتحتاج إلى اختبار التحسس. الحرائق الفارماكولوجية هام جداً امتصاص الهضمي، أنه تعطي دواء شرب عن طريق الفم. المضاد الحيوي اللي يعطى عن طريق الفم هو المفضل. المضادات الحيوية تتخرب بحموضة المعدة لا تستعمل عن طريق الفم بل عن مثل بنسلين جي. بنسلين جي بيكون إما محلول بالصوديوم أو البوتاسيوم، ويعطى عن طريق الوريد، وإذا كان بنزاسين بنسلين عن طريق العضل. أما المضادات الحيوية التي لا تمتص من الأنبوب الهضمي مثل أمينوزيدز لا تستعمل عن طريق الفم بلعا لمعالجة الإنتانات الجهازية، إنما وريديا أو عضليا، وتعطى فمويا فقط لمعالجة الإنتانات الموضعية في جهاز الهضم كالنيومايسين. اثنين، الامتصاص. امتصاص المضادات الحيوية وأثره على المقدار وطرق الإدخال. ففي منا امتصاصها ممتاز أو متوسط أو ضعيف أو محدود أو معدوم. فالفلوروكينولونات عدا سيبروفلوكساسين حكينا عنه، وريفامبيسين والسايكلين والسلفانامايد وإيميدازول وكوتريمازول أو كوتريمكسازول، هاي يعني تمتص بسهولة وبشكل ممتاز. أما البتالاكتاماز، بتالاكتام ماكروليدات أزيترو إريثرو إريثرو كلاريثرو، فإنها مضادات جهازية فعالية متوسطة في الامتصاص. الامتصاص الضعيف أمينوزيدز وغلايكوبيبتايد كالفينكومايسين والبيتالاكتام بعضها.
بشكل عام نحن ما نفضل الحقن، لكن بعض الثقافات الطبية أو بعض الثقافات المجتمعية بيقول لك إذا الدكتور ما بيعطي إبر معناته ما بفهم، الإبر هي بالطيب والحب يعني شغلته فاضية، هذا له تأثير نفسي دوائي له علاقة بالبلاسيبو. بشكل عام نحن إذا كان طريق الفموي وامتصاصه نفس طريق الوريدي أو العضلي طبعا نفضل الطريق الفموي ولا نلجأ إلى الطرق الرادة قدر المستطاع، لا ترد المريض، لا تشكه ولا توجعه. أما إذا كان تقريبا يعني أقل شوي يجب زيادة المقدار الفموي بل عن الحصول على الفعالية نفسها. أما إذا كان عن طريق الفم امتصاصه ضعيف أو لا يعطى فهذا ما بنحسن نعطيه إلا عن طريق الوريد أو عن طريق العضل. اطراح المضادات الحيوية. بالنسبة للاطراح ممكن اطراح كبدي أو اطراح كلوي. الاطراح الكبدي مثل الماكروليدات اللينكوزاميد وأيضا سينرجستينز وسايكلينز والبيفلوكساسين وريفامبيسين والإيميدازول. أما الاطراح الكلوي فهو الأمانوغليكوزيدات اللي حكى عنها الدكتور مثل الجنتامايسين والفينكومايسين وفلوروكينولونات عدا سيبروفلوكساسين والبيفلوكساسين والبيتالاكتام، فتذهب إلى الكبد. إذا كان في قصور كبدي هي شغلات كونترا انديكيشن مضاد استطباب. أما من الطرف الآخر يجب دائما حساب تصفية الكرياتينين قبل استعمالها، فلذلك كثير من الأدوية قبل ما نوصفها نطلب من المريض مثلا في بادئ ذي بدء يعملنا تحليل كرياتينين، فإن كان مرتفعا فنطلب منه تصفية الكرياتينين، لأني ليش بعض أنواع الأدوية بقصور الكلية الحاد أو المزمن لا يعطى، وبعضها يعطى مع تحفظات، وبعضها الآخر يعطى مع تقليل الجرعة إلى النصف، بدل ما تعطي مثلا 50 ميلي جرام لكل كيلو مثلا تعطي مثلا 25 ميلي جرام لكل كيلو، أو بدل ما تعطي 1 جرام باليوم تعطي مثلا نص جرام باليوم. وأيضا الانترفال المسافة الزمنية بين الإعطاءات، بدل ما تعطيه 3 مرات ممكن تعطيه بس مرة باليوم أو تعطيه مرة كل يومين، هذا بسبب القصور الكلوي والتصفية الكلوية. الآن شغلة هامة كثير عملية، ما هي القواعد الرئيسة الناظمة لوصف المضادات الحيوية؟ أول شيء تشخيص الإنتان الجرثومي، أول شيء بتشخص تشخيص سريري على الأقل كلينيكالي أو مخبري لابوراتوري لوجود إنتان جرثومي، وأن سبب الأعراض الإنتانية ليست سبباً فيروسياً أو فطرياً. ما بصير إنتان فيروسي تعطي صادات، ما بصير إنتان فطري تعطي صادات، حيث أن الترفع الحروي الحاد المنعزل دون براهين عن منشأة الجرثومي لا يتطلب وصف الصادات الحيوية، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة المقاومة الجرثومية. التشخيص السريري الدقيق يمكن أن يؤدي إلى وصف المضادات الحيوية. أنت متوجه حمى مالطية، حمى تيفية، التهاب لوزات قيحي، إنتان مفصل، التام بولي، تعطي امبيريك تريتمنت حيوي صاد. رح ناخذ استراحه دقيقتين بعد اذنكم برجع لكم.
حياتي. السلام عليكم، مرحبا زملاء، بعتذر لهذا الانقطاع اللي صار. ممكن نرجع نبلش؟ هل الصوت واضح؟ واضح دكتور، واضح. اذا القواعد الرئيسة، حكينا على تشخيص انتان جرثومي وما يكون فيروسي او فطري او طفيلي، ويهدف وصف المضادات الحيوية الى الشفاء والوقاية. الشفاء عندما يكون موجه لإنتان جرثومي مثبت سريرياً أو مخبرياً، ويكون التشخيص الجرثومي احتمالياً لحين الحصول على نتائج اختبار التحسس الجرثومي. الوقاية من إنتان مؤكد في شروط محددة كالتهاب الشغاف أو الجراحة حسب نوع العملية، التهاب السحايا إلى آخره. إقرار الحاجة إلى وصف المضادات الحيوية. أكثر من 50% من الحالات التي توصف فيها المضادات ليست بحاجة إلى المضادات، وبالتالي الطامة كبيرة من حيث وصف المزيد من الصداد دون مبرر. يؤدي استعمالها إلى حدوث تأثيرات غير مرغوبة، إضافة إلى تأسيس مقاومة جرثومية مكتسبة. 3. عزل الجرثوم لا يتم بشكل روتيني، حيث غالباً نقوم بتحديد العامل الممرض حسب مكان الإنتان، ولكنه ضروري في الحالات التالية: الإنتانات الخطرة، تعدد العوامل الممرضة. إنتانات خطرة يلجأ إلى المعالجة بالتغطية بمضادات حيوية واسعة الطيف، ثالثاً ما نحصل على
نتيجة زرع لمعدل برنامج المضادات الحيوية. تعدد العوامل الممرضة حسب اختبار تحسسية للمضادات الحيوية غير معروف، مثل التهاب الشغاف، التهاب السحايا أو الخراجات عند مرضى العوز المناعي أو المناعة المثبطين، وفي التي بي السل وإنتانات المشافي المستشفوية يعني المقيمة بالمشافي خاصة وحدات العناية المشددة ووجود الأجسام الأجنبية. بعض المضادات الحيوية ذات فعالية مضادة للجراثيم اللهوائية مثل السايكلينز، ماكروليدات، ليكوزاناميد والإيميدازول مثل الفلاجيل أو مترونيدازول. بالتلاكتام ما عدا السيفالوسبورينات الجيل الأول والأزيترونام. بعض المضادات الحيوية تأثر على الجراثيم داخل الخلايا مثل سايكلينز، ماكروليدات والليكوزاميد وفلوروكينولونات. خمسة، اختيار المضادات الأمثل حسب موقع الإنتان. أهمية انتشار المضاد الحيوي لموقع الإنتان، هل يعبر الحاجز الدماغي الدموي البلد برين بارير أم لا يعبره؟ تناقص اللقيحة كما هو الحال في الخراجات، التفريغ الشعاعي أو الجراحي، العمل على زيادة الفعالية وإنقاص خطر ظهور المقاومة الجرثومية بالانتباه للمقدار. سادسا، هناك ما يسمى اختيار المضاد الحيوي حسب المريض. استعمال مضادات حيوية مبيدة ذات طيف واسع أو مشاركة مضادين ثلاثة حسب المرضى، حسب التثبيط المناعي أيضا. فالمضادات الحيوية المثبطة تتطلب وجود مناعة عند المرضى، لذلك لا تعطى للمثبطين مناعيا، وفقط نستخدم المبيدة، ونأخذ بعين الحسبان الوزن والعمر والحمل والتحسس والوظائف الكلوية والكبدية والتداخلات الدوائية المعروفة الشائعة. سبعة، المعالجة بمضاد حيوي واحد أو أكثر. تكفي المعالجة بمضاد حيوي وحيد في أغلب الإنتانات الشائعة. ثمانية، إشراك أكثر من مضاد حيوي في الحالات الآتية: تساند التأثير لزيادة سرعة التأثير المبيد بالتلاكتام وأمينو زايد في التهاب الشغاف، الحد من ظهور مقاومة الطفرة السبعية مثلا، المعالجة الثلاثية في السل، كثافة كبيرة للجراثيم، وجود جسم أجنبي، توسيع طيف التأثير في الإنتانات متعددة الجراثيم والإنتانات الخطيرة. هناك بعض الإنتانات الشديدة مثل الزوائف الزنجارية، السودوموناف والمتفطرات والبروسيلا والعقوديات المذهبة خاصة. بعض المضادات الحيوية غير كافية لوحدها، يجب إشراكها مثل الفلوروكينولونات، فوسفومايسين، ريفامبسين وفوسيليك أسيد، هذه لتأثيرها على إيجابيات الجرام. تاسعا، المقادير الكبيرة تعرض للإنتوكسيكيشن التسمم والإنسمام، المقادير القليلة تعرض لعدم الفعالية وظهور مقاومة. فترة الاستعمال، فترة الاستعمال ذات علاقة بالعامل الممرض، وذات علاقة بتوضع العامل الممرض، وأيضا ذات علاقة بالعضوية. فالبنسلينات مثلا في حال عدم وجود الحساسية يمكن استخدامها لشهر، أما الأمينوغلايكوزيد لا نستطيع استخدامه لشهر بسبب السمية الكلوية والسمعية الشائعة. إن زيادة مدة العلاج في شكل عام تؤهب لظهور المقاومة. هي بعض الإنتانات، بعض الجراثيم موجودة اللي ممكن تطلعوا عليها اطلاع بهذا الجدول، وهي الشائعة. جدول لمن أراد الاستزادة فهو هام جدا، لأنه بيعطينا المعلومات الشائعة. طبعا بيفيدنا أكثر من الحياة العملية. ممكن هلأ إذا درستوه بشكل نظري تلاقوا فيه شوية صعوبة، لكن بكرة إن شاء الله بالتخصص بتشوفوا إنه جدول هام، بيعطيك إنديكيتور وأورينتيشن كتير حلو لتعرف شو الشغلات الشائعة. هلأ إذا الحمل شو أهميته بالمضادات الحيوية؟ هناك أهمية كبيرة وعلاقة مرتبطة بين الصادات الحيوية والعلاقة بالحمل.
لبعض المضادات الحيوية ذات تأثير مشوه على الأجنة، وسيتم ترتيب هذه المجموعات في هذا الجدول الهام. المجموعة الأولى البتلاكتام والماكروريد والليكوزاميد والساينرجستينز والإيميدازول، هل تعطى بالحمل ولا ما تعطى؟ تعطى بكل الحمل. النيتروفورانتوين يعطى في الثلثين الأولين عدا الأسبوعين الأخيرين. كوتريموكسازول لا ينصح بإعطائه حقيقة بالحمل. التتراسايكلين مضاد استطباب. أمينو جلايكوزايد ما بصير نعطيه إلا بظروف خاصة، انتانات بولية شديدة. ريفامبيسين أو الكينولونات ما بنعطيه إلا للضرورة، باستشارة الطبيب النسائية والداخلية والجراحة إذا كان استطباب جراحي كبير. ريفامبيسين ممكن نستخدمه عند الضرورة. بشكل عام يعني المرأة الحامل نعطيها جرعة شوي زيادة لأن عندها سوائل أكثر بتخف فعاليته. هلأ طرق إدخال الدواء للمريض. الوريدي نعطيه بالإنتانات الخطيرة للحصول على تركيز عالية وعند عدم القدرة على أخذ الدواء عن طريق الفم. طريق الفم بلعن هو المفضل إذا كان في غياب اضطرابات هضمية، امتصاص كويس، إنتانات قليلة الخطورة، جراثيم حساسة جدا، جاهزية حيوية فيما يتعلق عن طريق الفم بلعن الامتصاص. الحقن العضلي عند استعمال مضادات حيوية ذات نصف عمر حيوي طويل مثل أمينوزيد عند مريض خارج المشفى ممكن تعطي جرعة باليوم، مثلا أميكاسين جرعة باليوم، وما يكون عنده مشاكل اضطرابات تخثرية لتجنب تشكل ورم دموي مكان الحقنة. الطرق الموضعية غير مفيدة عند كفاية المعالجة الجهازية وهي ضارة في تأسيسها المقاومة الجرثومية. كيف تراقب المعالجة بالصادات الحيوية؟ إعادة التقييم تتم خلال يومين ثلاثة 48 إلى 72 ساعة. الفعالية السريرية، هل انخفض الترفع الحروري؟ هل تحسنت البؤر الإنتانية؟ هل منحنى الحرارة صار كويس خلال 48 ساعة؟ التحسن السريري ممكن بعد ما تشكه بالوريد أو بالعضل تعطيه فموي، ممكن تقلل الجرعات أو تزيدها. المعايرة البلازمية، المعايرة البلازمية للجرعات الكبيرة مثل جنتامايسين، أميكاسين، فينكومايسين، هاي بدها معايرة وضبط الجرعة وضبط فواصل الاستعمال، بدل مثلا كل 6 ساعات كل 8 ساعات أو كل 12 ساعة أو كل 24 ساعة. يمكن تحديد فشل المعالجة وفقا لما يلي، هذا هام. إذا استمرت العلامات البؤرية والإنتانية بعد 48 إلى 72 ساعة، إذا ظهرت بؤر إنتانية جديدة أو توسع الإنتان الموضعي أو العام وحدثت صدمة إنتانية أو سمة إنتانية أو صدمة إنتانية، أو دخل المريض بدي آي سي أو دخل بتعمم دموي باكتيريميا، استمرار الجرثوم أو الجراثيم نفسه بالرغم من المعالجة بالمضادات الحيوية الموافقة مبدئيا. يجب العمل على توثيق الفشل من خلال يوقف العلاج بدئيا خلال 48 ساعة إذا لم يكن هناك داعي إسعافي، حاولت عزل الجرثوم المسؤول بأخذ العينة من موقع الخمج، تبديل المضاد الحيوي ذلك بتغيير المجموعة وفق الخيارات المطروحة، عدم نسيان إمكانية وجود السبب الفيروسي أو الفطري للإنتان وهو سبب هام في الفشل أو سبب غير إنتاني كسبب المناعة الذاتية أو أسباب كولاجينية أو وعائية أو مثل كاوازاكي أو غيره، أو أسباب لها علاقة بالجلوبينات المناعية أو لها أسباب ورمية أو سرطانية. ما هي الأسباب الشائعة بفشل المعالجة بالصادات الحيوية؟ أول شيء خطأ التشخيص، أنه أنت شخصته مثلا التهاب نصطة وهو طلع سحايا، أو أنت مثلا شخصته قريب ورشح وهو طلع مثلا التهاب لوزات، أو شخصته التهاب لوزات قيحي وهو طلع إشو مثلا ذات رئة فصية، فأنت بالأساس مشخص غلط، تعطي دواء غلط، ومو شطارة تروح تعطي سيفكسين مثلا جيل ثالث سيفروسبورينات يغطي كل شيء، هذا مو طب، هذا الصيدلي بيعمل هيك، بقول لك خذ له مثلا إبرة الجريب ديكسا وديكلون وروسيف،
إذا ما صابت هاي بتسيب هاي، إذا ما صابت هاي بتسيب هاي. كل مريض عنده قرحة تفتح القرحة بتوع الجراح، بتصير عنده التقاب حشا أجواف. ولذلك الزملاء الأعزاء ما بصير توصف صدات بدون ما تكون متأكد من التشخيص، أو على الأقل في عندك مقاربة سريرية تشخيصية واضحة. التشخيص غير الانتاني مثل التهاب وريد، تحسس إلى آخره. الخطأ الجرثومي، الجرثوم متحسس مضاد حيوي في الزجاج فقط. مواجهة خطأ في الفعل المبيد كاختبار التحسس يقيم الـ MIC فقط. وأيضا أن يصبح الجرثوم مقاوما أو تنشأ طفرات جديدة، مثل الآن نواجه في الممارسة العملية سلالة جديدة وطفرات جديدة من العقديات التي تسبب ذات الرئة الفصية، والتي بدورها تسبب كاختلاط انسباب الجنب pleural effusion. انسباب الجنب هذا ليس شائعا كثيرا مع العقديات بذات الرئة الفصية، ولكنه قد يحدث، إلا أنه في هذه الفترة الزمنية من السنة خلال آخر شهرين ثلاثة شائع وصار انسباب جنب كثير قيحي. فذلك إن دل على شيء فإنما يدل على مقاومة جرثومية، أو أن هناك موتيشن طفرة جديدة وسلالة جديدة قد ظهرت أدت لعدم استجابة الجرثوم للصادات الحيوية مثل سيفتياكسون أو سيفوتاكسيم أو بنسلين جي، مما اضطر الأطباء من ناحية الإنتانية إلى زيادة القوة والفعالية بالصادات الحيوية لاستخدام كليندامايسين أو استخدام فينكومايسين أو لينزولايد أو رونيم أو تازوسين. الخطأ الفارماكولوجي، طريق الفم، خطأ في التقيد بطريقة الاستعمال بسبب سوء امتصاص. يعني مثلاً الأمبيسلين امتصاصه الفموي ضعيف، فأنت ما بصير تعطيه والأنتان متوسط أو شديد. أموكسيسلين أيضا امتصاصه الفموي ضعيف لكنه أفضل من الأمبيسلين. أربعة، الخطأ الاستراتيجي في البؤرة، فمثلا تجمع قيحي لا تستطيع الصادات اختراقه للوصول للبؤرة الجرثومية، فهذا بده شق جراحي أو بده استئصال الخراج. الحاجز، مثلا نوع الحواجز التي تمنع وصول الصادات، في تليفات، في تليفات فبرينية مثلا، حواجز بالنسيج الرئوي تشكلت بسبب الانتان الجرثومي الشديد، او انه مثلا هذا الصاد لا يعبر الحاجز الدموي الدماغي. مشكله عند المريض، مناعته مثبطه، ما فينا مناعه الطفل، مناعه المريض تقاوم هذا الشيء. ننتقل إلى موضوع جديد وهو النكس أو الانتكاس. هو عودة ظهور المتلازمة الإنتانية بالجرثوم نفسه بعد وقف العلاج. النكس وهو عودة ظهور المتلازمة الإنتانية بجرثوم مختلف. فالانتكاس ترجمة العربي يعني هي الانتكاس، هو ترجمة للريلابس أو ريكارنت انفكشن. أما الري انفكشن فهو جرثوم ثاني مختلف، يعني كان بالكليبسيلا صار مثلا بالموراكسيلا، كان بالبروتيوس صار مثلا بالسودوموناس، كان بالعقوديات المذهبة صار بالعقوديات جروب بي ستريبتوكوك. ما هي أسباب الانتكاس؟ حقيقة قال أهل العلم أنه في أسباب باكرة أسباب متأخرة. الباكرة هي ظهور بؤرة قيحية وظهور سلالة مقاومة. المتأخرة هي نقص أو التثبط المناعي والمعالجة المبيدة غير الكافية، مثلا تعطي المريض 3 أيام لازم أسبوع، 3 أيام مو كافي بده أسبوع، أو لازم علاجه 14 يوم كيف السحايا، المريض بعد اسبوع بتخرج على البيت على مسؤوليته فبيخسر العلاج بكمل فمه بيمشي الحال. فتره المعالجه غير الكافيه لها، واستمرار البؤره الانتانيه صعبه الوصول، تشكل فليجمون، تشكل خراج، تشكل حواجز فيبرينيه ليفيه، وجود ظروف موضعيه منعت من التعقيم الكامل للانتان كالاداء والشظيه. هلا مراجعه سريعه للمضادات الحيويه المبيده بالجدول هذا، بنراجعهم على 100 مهنه اللي هي شو هن المبيدة للجراثيم، شو هي
حكيم ممكن سؤال؟ زملائي الأعزاء، هل أنتم سمعانيني؟ بعتذر قطعت الكهرباء أو ماذا؟ سمعانيني؟ يا دكتور، إيه سمعانينك. إذا زملائي، نحن خلصنا الجداول الأخيرة، هي عبارة عن جداول خاصة لكم، فقط تعملوا لها مراجعة ريفيو سريع بعد ما تدرسوا المحاضرة، وإن شاء الله تعالى بالتوفيق التام. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تفضلوا. بس دكتور ممكن سؤال؟ اتفضل دكتور. في المضادات المبيدي والمضادات المثبطة، ان المبيدي خاصة الـ MBC لحال، والـ MIC خاصة بالمثبطة، انه كلمة لحال هي، ولكل صاد له MBC و MIC. الدراسات حسب الصادات انه انت كل صاد حيوي له معايير خاصه فارماكولوجيه من تثبيط ال MIC MBC. ف اذا انت مثلا بدك تقول مثلا، هل هدفك مثلا تقول انه ايمت نعتبر انه الصاد الحيوي مثبط وايمت يكون قاتل يعني؟ ايه بالضبط، انه بناء على تمام دكتور. المصاد الحيوي بيكون مبيد إذا كان الـ MBC قريب من الـ MIC، وبيكون الصاد الحيوي مثبط إذا كان MBC أكبر بحوالي 10-100 ضعف من MIC. فالـ MIC هو التركيز الأدنى المثبط، أما الـ MBC فهو التركيز الأدنى المبيد. فالـ MBC مبيد، MIC مثبط. إذا كان الـ MBC قريب من الـ MIC فهو مبيد، أما إذا كان MBC أكبر ب100 ضعف، مثلا 50 ضعف من MIC، فهذا مثبط. تمام، فهذا الشيء نحن وضحناه بالمحاضره بشكل واضح بالصفحه 5، التاثيرات بفقره اسمها التاثيرات الفارماكوديناميكيه او دينامائيه للمضادات الحيويه، هذا اسمه فارماكولوجي للصادات تبع المثبط والمبيد. نحن بنحفظ اربع معلومات، بنقول مبيد اذا كان MBC قريب من MIC، مثبط اذا كان MBC اكبر من MIC ب100 ضعف تقريبا. MIC هو التركيز الأدنى المثبط، والMBC هو التركيز الأدنى المبيد. فMIC
هو عبارة عن تركيز أدنى مثبط لنمو الجراثيم، وهو يحدد عتبة الفعالية الدنيا للمضاد الحيوي. هذا اسمه اختبار حساسية أنتي بيوغرام. أما MBC فهو التركيز الأدنى المبيد للجرثوم، والذي يترك أقل من 1 بالألف من اللقيحة الجرثومية. ما بعرف إذا سؤالك كان هيك جوابه، الجواب واضح بالنسبة لك دكتور. أيوة تمام دكتور. هو مثلا هلق البيتا لاكتام هو مضاد مبيد، يعني الـ MBC معناته هو هو التركيز الأكبر، هو تركيزه أعلى من الـ MIC. نعم إذا أنت نعم نعم قصدي أنه كل صاد أنه له MBC و MIC، بس حسب بقان أنه حسب النسبة. تمام دكتور. حكيم شو بعدنا ناخذ محاضرات غير الصادات؟ في عنا محاضرة جاي صادات. غير فقط هاي المدرات والبداني وهيك شو وضعه؟ طبعا الدم والدم. طبعا دكتور احنا في المقرر حضرتكم تعرفوا أرجع أركز لكم عليهم إذا بتحبوا شيك عليهم. هلا عنا نحن مدرات وعلاج البدانة، تمام؟ إيه الدم هذول أنا بدي أعطيكم المدرات. أنا دل عندي 3 محاضرات، صادات حيوية 2، مدرات بولية وعلاج البدانة. والأدوية الدم هي تبع الدم، الأدوية المؤثرة بالدم بناء على طلب زملائكم أنه يتم تجاوزها وإعطاؤها على عجالة، لأن هي موجودة في غير مادة. تمام حكيم. والله المادة يعني فيها تفاصيل كثير وهيك، يعني ما بعرف الأسئلة شلون بدك تجيبنا إياها، خطوط عريضة ولا بدك تفوت بالتفاصيل؟ والله بتضيعنا إذا بالتفاصيل يا معلم، يعني مادة التخرج هي صايرة. نعم نعم دكتور إن شاء الله يعني بتكون الأسئلة بما يتوازن مع مستوى السنة الخامسة، بما يتوازن مع الإعطاء الذي تم إعطاؤه، بما يتوازن مع الخبرة الهامة والشائعة. الله يبارك فيك حكيم، ركزنا على الشغلات المهمة هيك، وهي التفاصيل هيك ما يعني بتضيع والله، يعني خاصة المناعة، محاضرة المناعة اللي أخذناها يعني كثير فيها هيك تشابه، يعني بتضيع بصراحة. ما الله يبارك فيك يا معلم، الله يعطيك العافية. ميت سلامة. في سؤال ثاني دكتور؟ إذا ما في سؤال شكرا جزيلا لكم. نحسن ناخذ محاضرة الأسبوع الجاي. بتشوفوا مناسب حكيم انت. تمام الأسبوع الجاي إن شاء الله نلتقي بكم على بركة الله. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه، بالتوفيق إن شاء الله. عليكم السلام، حياكم الله بياكم.